حاجة صبيت الزيت في المقلات على نار هادية، زدت عليها ملعقة كبيرة من طماطم المعجون، أربع فصوص من الثوم المهروس، نخليه يتقشقشوا مليح، وما ننسوش نحركهم. للفحات خديت نصف ملعقة صغيرة من الكركم، نصف ملعقة صغيرة من التابل والكروية، عليهم غرفة صغيرة هريسة عربي فلسطينية، واللي ما عندوش هريسة عربي ينجم يحضرها في فلسطين. زدت معاها الفلفل الأخضر، خذيت المرقاز اللي عندي وقصيته مكعبات مكعبات، هنا اخر مرة نمرقها،
وكيف نقصت الماء رميت المرقاز متاعي. عجت نوقف في الزيت متاعها باش نرمي هيك الاربع بيضات اللي عندي. وانت اللي تحب تعمل، تحب اقل تحب تزيد. اخر حاجه تزينها باللي تحب، انا عندي لهنا بصل مفروم، تنجم تزيد معاه انت المعدنوس. وتاكل بالصحة والهنا. إن شاء الله الفيديو تاع اليوم عجبكم، تقابلوا في فيديو جديد. بسلامة.